زواحف عايشات عندي في نفس البيت، انا ناصب سيادات للعرس وللفران، ام بريصه هذه بيقولوا لها ام بريصه، عايشه والله معي في نفس البيت. الليله مسكت واحد وشردت مني، ما ادريش قتلها، شردت مني تحت الثلاجه. وهذه حياتنا يعني، هذه حياتي، حياه بسيطه يعني، مش حياه بشر هذه يعني. لا في الشتاء الشبابيك بمنع عن البرد عني، ولا في الصيف الحراره بتمنع عني من البرد، لانه بقدرش افتح شبابيك لان انا ساكن على شارع، وشبابيك اي كلام عامله على ايدي. خلال 8 7 سنين هذه، بدات السنه السابعه دهيا، قاعد عاطل على العمل، ما بقدرش اشتغل، مش ما بقدرش، فيش شغل، البلد هذه مسكره، مسكره، لا مشاريع. اجت قصه الكورونا زادت الطين بله كمان علينا. وش بدي احكي لك يعني، اكثر من هيك ايش بدي احكي لك؟ انا اطلع هاي البيت، شايف كيف البيت يعني خربان، بيت خربان يعني، لا يصلح للبشر، البيت اللي انا عايش فيه لا يصلح لعيشه البشر، لانه بيت رايح انعدم معدوم.